وكنا وقد أمضينا شوطا ممتعا للغاية بين الفريقين، تعادلا سلبيا في النتيجة نعم، ولكن أداء إيجابي وغاية في الروعة. والآن مع مطلع شوط المباراة الثانية، الشكر لكل الزملاء مراسلينا ومحللينا وزميلي المذيع ومقدم هذا الاستديو زميل عدنان حمد. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر اللاين سبورت، مرة أخرى شوط المباراة الثاني، لا تبديل في تشكيل الفريقين، فالأسماء هي الأسماء التي بدأت وأنهت.